سيم. كرة جول، فيرمان يسجل، والآن ترتفع الطموحات. ترنانا في موقف صعب جدا ويحتاج الى نتيجة ايجابية اليوم من اجل تفادي الهبوط وضمان تجنب الهبوط في هذه المباراة. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. وتنطلق المباراة بالفعل. لا يمكن للفريق تحمل المزيد من الاعباء من الاخطاء. والكرة بعد ذلك فيها تسلل. نيمار يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة جول، فيرمان يسجل، والآن ترتفع الطموحات وتشتعل الأجواء بهذا الهدف الأول في المباراة. هجمة مرتدة جاءت سريعة، كرة رأسية، هنا تظهر براعة الحارس في الدفاع عن مرمى. واضح أنه يقدم مباراة كبيرة هنا تليق باسمه ومكانته. استعادة سريعة للكرة. نيمار لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. عدى وتوغل هنا ويلعب كرة موسيالا. ما الذي حدث؟ فرصة من جديد. الله، يا سلام على كرة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. والتعادل يأتي، نعود مرة أخرى لنقطة البداية بعد دقائق قليلة. شخصية كبيرة في الملعب، الآن يجب الحفاظ على التركيز والهدوء. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. يمر ويلعب كرة بينية. غوارديول يبعد الكرة عن مناطقه. أبعدوها. ممتاز في التمرير. يشتت الكرة بعيدا. كيف يمر؟ إبعاد الكرة. عرضية من رومينيجي في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. تمكن من المراوغة وإرسال كرة عرضية، وهذا أمر يتحمل الدفاع اللي عليه أن يعمل بشكل أفضل في الفرص القادمة. موسيالا، ميسي، والآن إلى رمية تباس. تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. ترنانا وركنية أولى في اللقاء. والارتقاء الآن. كرة في الشباك. ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء. كروي ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد.
مارادونا باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. موسيالا يلعب رمية التماس، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، اللعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. خرجت مرة أخرى وبالتالي إلى جانبية. لم تلعب بالشكل الصحيح، كان لابد من التشتيت. مارادونا بينية رائعة، كرة راسية، الله على الكرة في المرمى، روعة واحتفال جميل وبد في المكان المناسب من اجل وضع الكرة في الشباك. هذه الامور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج الى ذكاء كروي. يتقدمون بفارق هدفين الان، هدف بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة للخصم. يا لها من مراوغة، محمد صلاح يستعيد الكرة بشكل سريع، يبعد الخطورة هنا. نيمار تمريرة بدون عنوان، كرة عدت ولم يتبس. Substitution. رايس، هل تمر الكرة؟ كرة تعود للخلف، تدخل ممتاز لاعتراض هذه الكرة. ساكا شتت الكرة بعيدا. نايمار تمريرة بدون تركيز، يعرف انه كان عليه بذل مجهود اكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. هل يسجل؟ يا لها من كرة، شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان؟ هدف عكسي يسبب الحرج بهذا الخطأ الفادح. قراءة ممتازة وقطع للكرة. مباراة كبيرة هنا بدون شك، أداء مثالي وفرحة، تدخل رائع هنا، ينجح الدفاع في إبعادها. تمريرة جميلة الآن، ماركينوس يا لها من موهبة، تمريرة بدون عنوان. مارادونا تسديدة، الكرة التي تقريبا لم تمثل مشكلة بالنسبة له كحارس مرمى. There will be 5 minutes added time. والبينية تبحث عن المنطلق، رد فعل سريع هنا يقطع الكرة. الآن ممكن نشوف هجمة معاكسة، يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. فيرنانا ظهر بقوة في مباراة اليوم وحقق فوزا مريحا في النهاية. كانت مواجهة في أندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصم